تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار نقدمها لكم من استوديوهات قناة سهيل الفضائية، والبداية بالعناوين. التحالف يكثف غاراته على مواقع الانقلابيين، وبحاح يقول إن تحرير تعز أولوية. استشهاد اثنين في تفجير انتحاري استهدف خيمة للمقاومة في محافظة عدن. سهيل تفتح ملف معاناة الأسر النازحة من حروب الميليشيا الحوثي بمأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. كثفت مقاتلة التحالف العربي اليوم غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع في تعز، واستهدفت الغارات إحدى أطقم الميليشيات في حوش نقابة البيجو، وكذلك مواقع الانقلابيين في تبة الخزان وجبهة الهان وموقع حذران، حيث تم تدمير مخزن ذخيرة. كما غارت مقاتلات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في التبة السوداء بالربيعي وحي العسكري وبوابة اللواء 35 في المطار القديم غرب المدينة. هذا وأكد نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح أن الأولوية في اليمن هي لتحرير مدينة تعز من قبضة الميليشيات التابعة للحوثي والمخلوع صالح، مؤكدا أن خطط التحرير جاهزة. وقال بحاح لصحيفة القدس العربي أن التحرك نحو تعز بدأ بالفعل قبل فترة عندما تمت السيطرة على مضيق باب المندب وذباب، غير أن الظروف بعينها عملت على إبطاء التقدم نحو تعز. ومن تلك الظروف والأوضاع في مدينة عدن بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية للمنطقة، ونفى بحاح أن تكون هناك أي اعتبارات سياسية تحول دون تقديم الدعم للمقاومة الشعبية في تعز، وأضاف نشجع كل المكونات المجتمعية للإسهام في استعادة الدولة من أيدي الميليشيات. وأكد بحاح أن عدن هي العاصمة الآن بحكم الأمر الواقع، ولكن ليس هناك قرار بصفة رسمية في هذا الخصوص، وسنعود إليه وإلى أي بقعة محررة من اليمن لتحرير صنعاء وبقية المدن التي لا تزال في قبضة الميليشيات. إضافة إلى انعدام أغلب المستلزمات الطبية التي تسمح لمستشفى الثورة العام بتعز بأداء دور في خدمة المرضى وجرحى الحرب، يتعرض المستشفى للمزيد من الاستهداف بقذائف الانقلابيين التي تلاحق المرضى ومسعفيهم إلى داخل العناية المركزة. نتابع. الجانب الصحي بتعز يشكو صعوبات كثيرة وكبيرة تكاد لا تنتهي. محاليل أي مسؤولية المختار، انت دائما كان احيانا ست اشهر تعمل هذه الحاله، اللي 100 حاله 90، احنا في شهر، هذا لا يعني اذا انسان يحتاج له متابعه ومحاليل وفحوصات ودم، بالتالي هذه احد المعاناه اللي نعاني منها. زرنا مستشفى الثوره بتعز برفقه الدكتور ابو ذر الجندي كمسؤول عن قسم الطوارئ وجراحه الشرايين. شظيه هنا ان شاء الله بيتحسن. لا زال عندنا كم اكسجين، لا زال عندنا تخدير، بنقاوم والله المفرغ ما تقلقوش. طبيب العظام اللي لازم يشوفه زي ما قلنا، الان نطلع لطبيب العظام نقول له احنا كاوعيه بندخل معه. هنا يستقبل الجرحى بل ويزدحم المستشفى بالمرضى والمراجعين، والشكوى من عدم توفر ما يلزم لخدمتهم. المخازن عندنا فاضيه، سحبنا اللي كنا بنشتغله بست شهور بالايام العاديه، استغلناه بشهر. يعني الان كم بنجلس كذا على هذا الوضع؟ استقبل عمل عمليه 39 حاله باليوم، لكن المشكله الحقيقيه اللي تواجهك الان مستلزمات، مشكله بقاء المرضى، المشكله انه المرضى ما عندهمش دور استشفاء، انما انت انجزت شيء فظيع الى الان 620 عمليه في غضون شهر و20 يوم، هذا مركز كبير جدا. الاكسجين احنا الان نشتري دبه ب 6000 ريال ومش موجود، الان اقول لك مش قادرين يدخلوا الاكسجين، من اليوم هذه بامكان تتوقف العنايه. غير الاكسجين؟ الماء قدر احنا نشتري. الديزل برضه بالمهمه الاولى. يعني الان احنا مشغلين احتياط يعني 100 كيلو المولد حق المستشفى 600 كيلو اللي نقدر نشتغل به الكشافات، نشتغل به كل الاجهزه، الان مغلقين. يعني يا دكتور احمد ممكن العنايه المركزه مليئه بالمرضى، والبعض منهم هنا منذ اشهر وحياتهم مهدده بالتوقف بسبب الحصار.
معظم الأجهزة عندنا تشتغل على الكهرباء أساساً. موضوع الأكسجين حيوي جداً، معظم مرضانا على أجهزة التنفس الصناعي، وإذا انقطع الأكسجين يتوفى المريض مباشرة، فدائماً نعاني من مشكلة الأكسجين أساساً. أدوية الحيوية بالنسبة لرافعات الضغط كمان فيها شحة، أيام تتوفر وأيام لا. عدم وجود الطبق المحوري داخل المستشفى هذه تعتبر كارثة كبيرة، في مرضى كثير يعني بس ننقله يصور وبيرجع من مستشفى إلى مستشفى يكون قد توفى في الطريق، فهذه أيضا من الصعوبات. أيضا عدم وجود المواصلات السريعة ومواد المشتقات النفطية البنزين، وهذه سيارة الإسعاف يوم عطلانة يوم لا يوم، يعني الأمانة في كل لحظة تفقد حياة. مستشفى الثورة يتعرض للاستهداف اليومي مما اضطر العاملين لبناء جدران جديدة للحماية، فالمراجعين والجرحى بهذا المرفق في خطر، فهم معرضون لضرب الرشاشات الثقيلة والدبابات، فالميليشيات لا تعرف حرمة للمرافق الصحية ولا للأعمال الإنسانية. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. نشطت في تعز مؤخرا بعض المبادرات الشبابية المدعومة من رجال الخير والهادفة لتوفير مياه الشرب للمدنيين المحاصرين من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. المبادرة تقوم بتوفير عربات نقل للمياه وتعبئتها من بعض الآبار الصالحة للشرب أو من خلال جمع مياه الأمطار ونقلها وتوزيعها على الحارات والمساكن الواقعة تحت الحصار ونيران الحرب العبثية للميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ميليشيات الحوثي منعتهم من إيصال المساعدات الطبية للمستشفيات في محافظة تعز. وقال بيان صادر عن المنظمة إنه ورغم أسابيع من المفاوضات القائمة مع قيادات الميليشيات الحوثي إلا أنه لا يمكن إيصال الإمدادات الطبية إلى تعز، فيما تمنع شاحنات نقل الإمدادات من عبور نقاط التفتيش التي تسيطر على مداخل المدينة. وقالت مديرية طوارئ اليمن في أمستردام كارلين ليس بوسعنا نقل الإمدادات الطبية الأساسية أو إيصالها بشكل مباشر لدعم العمليات الجراحية المنقذة للحياة في المستشفيات المحاصرة التي تستقبل الكثير من جرحى الحرب. وهذه الإمدادات تتضمن الأنابيب الصدرية وأدوية التخدير والسوائل الوريدية ومستلزمات الخياطة الجراحية والمضادات الحيوية. وقال تقرير المنظمة إن 6 مستشفيات في تعز فقط لا تزال تعمل جزئيا من أصل 20 مستشفى وتقدم الرعاية لسكان يفوق تعدادهم 600,000 نسمة، ومعظم ما تبقى من المستشفيات تفتقر إلى الطواقم الطبية والوقود والأدوية الأساسية وقد اكتظت بالأعداد الكبيرة من الجرحى الذين هم بحاجة إلى خدمات الطوارئ كل يوم. استهدف انتحاري خيمة تابعة للمقاومة في جولة كاليتكس بمديرية المنصورة بعدن العملية الإرهابية أسفرت عن استشهاد 2 من أفراد المقاومة وإصابة آخر. شهود عيان كانوا على مقربة من المكان قالوا إن شاب نزل من حافلة عامة بيده حقيبة قرب النقطة وفجر نفسه فور دخوله الخيمة ما أوقع قتيلين ومصاب واحد. وتعد هذه العملية الانتحارية الأولى التي تستهدف نقاط تابعة للمقاومة الشعبية في محافظة عدن قبل عقب تحريرها من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح قبل أشهر. أنا يموت يوميا لم تهد الحال لم تصحاب عدن طالبين أصحاب الجنوب يطلبوا أمن، نشتي أمن في عدن، نشتي عدن، نشتي العاصمة الجنوبية تتأمن. لامتى هذا القتل؟ لامتى؟ لامتى حمون نحن؟ لامتى نزلوا ضباط، نزلوا جيش، نزلوا جنود، نزلوا مارنز، نزلوا حاجة تمنع هذا الشيء؟ هدف المقاومة الجنوبية التي تأمن عدن، وهذا طبعا أما أن يكون من أنصار الشريعة أو من الحوثيين، يعني أنصار الله وأنصار الشريعة فقط هذا الشيء. طبيعة العملية كيف تمت؟ كيف طرقت النقطة والخيمة؟ تمت بحزام ناسف، نزل من السيارة من الجهة الثانية بالشارع وجاء لهنا لعند الشباب اللي كانوا بالنقطة وفجر نفسه على طول مباشرة. لابس كوفية قرم عادي كوفية
سمعوا الصياد يقول لصاحب التاكسي انا بروح باجيب صرفه من عند العيال على اساس قد يكون بيحاسب وقد يكون ما شاء الله لا عند العيال والصياد يمشي بعده كان شاف الصياد ويمشي من هناك وصل لما هنا اللي ذم باشرت بالانفجار اول ما وصل لما الخيمه انا وصل لما الخيمه ما اعطاش مجال يعني حتى هو ما اعطاش مجال انه يروح ثاني بس انه لابس حزام ما لابس حزام لو كان حامل حاجه بيده والصياد موجود له هنا في اي وقت قال انا موجود في اي وقت لانه لما نزل من هنا سمعوه يتكلم مع صاحب تاكسي لا لا الصياد يمشي عبر سبيل رايح لمنطقه الاستاد هنا بس يعني زي انت لما تكون قازع تسمع واحد يهدر فقاست حدث قدامك وهذا الحدث قدام عينك هو يمشي له هناك نحن نقول الان اجينا نزلنا من دائره العمليات لنشوف الاحجام والاشخاص الذي راحوا علينا من افرادنا بالذات دائره العمليات الحربيه العسكريه ولكن نرجع هذا الشيء الى قائد العمليات هو الذي بيصرح اذا في اي تصريح انما نقول للذي عادهم يريدوا زعزعه الامن والاستقرار في الارض هذه الطيبه التي حضنت كل انسان يكون مهما كان لان ارض ساحليه ارض عدن الحبيبه ارض ساحليه الام لا يخربوا ولا يحاولوا مثلا بتخريب لهذه الارض شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم سلسلة غارات على مواقع مختلفة في العاصمة صنعاء وقد استهدفت الغارات هنجر في منطقة شملان شمال غرب العاصمة صنعاء وموقع آخر في منطقة عصر السنينة إضافة إلى استهداف موقع في ريمة حميد بمنطقة سنحان معقل المخلوع صالح يأتي هذا في ظل استعدادات واسعة لمعركة تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيات الانقلابية أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن قرار بلاده المشاركة في التحالف العربي باليمن هو قرار مبدئي يقوم على مساندة الشرعية هناك انطلاقا من المواقف العربي الموحد وقال غندور في حوار لوكالة الأناضول إن هذا القرار جاء بعد شعور الخرطوم بخطورة الوضع من استيلاء الميليشيات الانقلابية على السلطة الشرعية والخرطوم كانت أول عاصمة نددت بانقلاب هذه الميليشيات واعتبر الوزير السوداني إن موقع اليمن لدول القرن الإفريقي مهما مثلما هو مهم لأمن البحر الأحمر وأمن السعودية لافتا إلى أن أمن المملكة والبحر الأحمر من أمن السودان فالمساس بأمن البحر الأحمر وباب المندب الممر الرئيسي للملاحة الدولية أمر غير مسموح به قالت رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن لدى الأمم المتحدة السفيرة ريموند مورو موكيتا إن اللجنة تمكنت من إضافة معلومات إلى ملف أحمد علي صالح ذات صلة بالتحقيق من الهوية بحيث أصبحت قادرة الآن على تحديد هويته حال سفره اعتمادا على معلومات تتجاوز بكثير وثائق السفر وبالتالي القدرة على إيقافه حتى لو استخدم اسما مغاير وذلك تنفيذا لقرار العقوبات الذي يمنعه من السفر وبتجميد أمواله وكان وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي وصف موقف اللجنة العقوبات تجاه قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية بأنه موقف إيجابي نافيا ما تم ترويجه من أن هناك رفعا لاسم أحمد علي عبد الله صالح من القائمة قامت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بنقل الزميل الصحفي صلاح القاعدي من مكان احتجازه بقسم الجديري في العاصمة صنعاء إلى جهة مجهولة وبهذه الخطوة يغدو مصير القاعدي وعشرات الصحفيين آخرين مجهولين كون الميليشيات تمنع عنهم الزيارات وترفض الكشف عن مكان احتجازهم وكان مصدر في قسم الجديري قال إن القاعدي يتعرض للتعذيب والضرب في الوقت الذي رفضت إدارة القسم الإفراج عنه وإحالته إلى النيابة يشير إلى أن الزميل القاعدي ورفاقه قد اختطفوا في 28 من شهر أغسطس الفائت
وودعوا في قسم الجديري حتى لحظة نقله إلى جهة مجهولة. نفتتح اليوم ملف تغطيتنا الخاصة لهذا الأسبوع بموضوع النازحين والهاربين من الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في مأرب. نتابع معاناة النازحين بين نار الحوثي ولهيب الصحراء. احنا على ما تشوفوا الوضع قدامكم يعانوا من الخدمات كامل، الكهرباء، العمالة، مدرسة، الهات. سلسلة تقارير خاصة من الاثنين 26 من أكتوبر 2015 وحتى الخميس 29 من أكتوبر 2015 تأتيكم على شاشة قناة سهيل الفضائية. ضمن سلسلة تقارير لملف هذا الأسبوع حول أوضاع النازحين في مأرب، نسلط الضوء اليوم على أوضاع النازحين في منطقة الجرف التابعة لمديرية مجزر شمال شرق مأرب، حيث تعيش العشرات الأسر النازحة هناك وضعا مأساويا بعد أن أجبرتها ميليشيا الحوثي وصالح على ترك منازلها وكافة ممتلكاتها. هائل البكالي والتفاصيل. تاخر شردنا من حلحلان، شردونا الحوث من بيوتنا وبهذلونا وخرجنا من دراستنا من كل شيء. لخص هذا الطفل المعاناة التي يعيشها النازحون هنا في منطقة الجرف شمال غرب مأرب. لا شيء يستدعي للعيش في هذه الأماكن، لكنها قسوة الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح على بعض مناطق المحافظة أجبرت هؤلاء على النزوح والعيش هنا، واتخاذ هذه الصحراء القاحلة مأوى لهم بعد أن احتلت ميليشيات الحوثي وصالح منازلهم وسيطرت على مزارعهم وكل ممتلكاتهم في منطقة مجزر. الحوثي هددونا وطردونا من بيوتنا وقتلوا رجاجيننا وحوطوا على الدير، انقطع الامداد، انقطع علينا الماء، انقطع الاكل والسير والجاي، وتحاصرنا وقت كثير ونزحنا من هنا بالله نتزقل مع الماشي ومع عائلتنا وصلنا ذا الديره. قساوة للعيش في صحراء مترامية الأطراف، لكن يحاول هؤلاء النازحون زرع الابتسامة على وجوه الأطفال لمقاومة نار الصحراء وجحيمها، فكل ما يجدونه هنا يكون وقودا لعيشهم ليصنعوا من نار الصحراء طعاما لمقاومة حرها وبردها. فلجأوا الناس، ولكن الناس يعيشون وضع مأساوي بسبب لا توجد يعني مساكن ولا توجد يعني مياه للشرب، وحتى في القوت الضروري الناس يعني في حال مأساوية. فبالإضافة إلى انعدام أبسط الخدمات الأساسية تغيب خدمات لا تقل أهمية، فلا مدارس ولا مرافق صحية قريبة من هذه الأماكن. خياران لهؤلاء النازحين لا ثالث لهما، إما العيش في جحيم الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح على مناطقهم، وإما العيش هنا في جحيم الصحراء. خياران أحلاهما مر. هاي البكالي، قناة سهيل، مأرب. احنا شردنا من منطقة حلحلان إلى منطقة الحرمل، شردنا هذا الحوثي بعوائلنا والشهداء معنا وساكنيننا في بلاد الحرمل مزايح، وحالتنا حالة شلفته، لا أدباب ولا خيام ولا أكل ولا معنا لله. احنا نازحين دارنا 8 أشهر يعني، بيوتنا مهدمة وديرتنا مستحلة، وإحنا متبهدلين في الخبوط ذي بلا تحت الشجر، لا ماء، لا دفء، لا فراش، لا أكل، وحالتنا يعني عند الله، نعلم الحال إلا الله. جدله ما بالله فوقنا وفوق الحمير، ونحن نازحين بعضنا بالله بعضنا ينزح فوق حمار حالته حاله، بالله ببطانية وجاهلي لا قد شرده، لا عود ذا الوقت علينا إن شاء الله. الماء بالله نروح نديه فوق السيارة، والسيارة تقف من البترول. والتغذية قليلة والحالة متعبة، ما بالله على الله زوها على الباري. هذا وتعاني العديد من الأسر النازحة وضعا بالغ الصعوبة، فالبعض منها فقدت الكثير من أفرادها بالإضافة إلى منزلها وكافة ممتلكاتها. ومع هذا لا تزال هذه الأسر تتمتع بمعنويات عالية رغم كل ما حدث. نتابع. أبنائي كلهم جرحى، واحد استشهد وابوهم استشهد. أم تعيش في هذه الخيمة الصغيرة في أماكن النزوح بمحافظة مأرب بعد أن شردتها ميليشيات الحوثي وصالح من منزلها وفقدت ابنها وزوجها. يا
جانا الحقوا بعده ما شيء ذنبه. يوم وصلوا الى عند البيت ولحقوا بعده وقتلوه ما شيء بذنبه. خرعوا علينا الجهاهير رعاهم وخوالهم طردوا ما شيء بذنبه. ساروا يقتلوه لحقوا بعده وطردوا الى اماكن ينثروا الاماكن ولا هني يتنبشوها ما خلوا يهزرون النساويين بالله يقول فتشوا ولا فتشوا ما راح حد مقاتلين ما به ولا رجال هناك له وقتلوه. بعد ما قتلوهم راحوا منا قبل ما حد الجهاهير جلسوا لهم صايح ان ما قتلوه وهم ارتاعوا الصيب. بعد بعضهم الى ذا الحين يفتجع من يوم يشوف الحرب ولا شيء ماشي ذنبه كلاب مجرمه. وابني مجاهد واستشهد في المعسال. هذه الأسرة هي واحدة من عشرات الأسر التي تعيش وضعا مأساويا بسبب ظلم وجور الميليشيات التي تجاوزت كل التقاليد والأعراف القبلية وقبلها الإنسانية. ورغم الألم الذي يعصر قلب هذه الأم إلا أن الأمل يملأه أيضا بالنصر القريب. إن شاء الله ننتقم منهم ربي عادل ونزازلهم من بلادنا والنصر قريب قادم إن شاء الله. النصر قادم فنصبر على مصايبهم بيعين الله بينصرنا الله. حير البكالي قناة سهيل مأرب. قامت ميليشيات الحوثي والمخلوع صباح اليوم بارتكاب جريمة بشعة حيث هاجمت سكان قرية السادة مديرية حيران بمحافظة حجة واقتحمت منزل القيادي الإصلاحي موسى شبيكة وأطلقت الرصاص الحي على السكان أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة آخرين بجروح. وأدى هذا الاعتداء إلى نزوح عشرات الأسر من القرية إلى أماكن متفرقة. المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حجة دان وبشدة تلك الأعمال الإجرامية الخارجة عن الشرع والقانون وحمل ميليشيات الحوثي والمخلوع مسؤولية سلامة وحياة المخطوفين ودعا إلى سرعة إطلاق سراحهم والكف عن تلك الجرائم الهستيرية. وأكد البيان بأن تلك الهجمات المسعورة على الإصلاح وكوادره لن تزيده إلا إصرارا على مواصلة نضاله ونهجه الوطني وتمسكه بالشرعية ورفضه للانقلاب وسلطته. كما طالب إصلاح حجة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية وكل الخيرين من أبناء الوطن إلى إدانة واستنكار حملة الاعتقالات والاختطافات بحق كوادره والتصدي للانتهاكات وجرائم الميليشيات الانقلابية مشددا على احتفاظه بحقه على الرد على كل جرائم الحوثي وحلفائه. كما أدان مجلس منسقية الثورة بمحافظة حجة تلك الأعمال وحمل الحوثيين مسؤولية ما يترتب عليه هذا العمل المشين من انعكاسات سلبية على مستقبل التعايش السلمي في المحافظة. وفي النشرة أيضا لكن بعد الفاصل، سهيل في جبهة العود والشعر المشتعلة، نقابة عمال البلديات والإسكان تكرم أسر الشهداء، مشاهدينا الكرام يرجى إعادة ضبط جهاز الاستقبال لديكم الريسيفر لاستقبال بث قناة سهيل الفضائية على التردد الجديد على قمر نايلسات، التردد 11316، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 3/4.
أهلا بكم من جديد. حين أيقنت الميليشيات الإنقلابية إن بقائها بات مجرد وقت، شرعت في توريط القبائل من خلال ما يسمى بوثيقة الشرف، وهي وثيقة تحاول الميليشيات من خلالها ضمان الحصول على أموال المساكين والاستمرار في تفخيخ النسيج الاجتماعي. وثيقة العار، هكذا أطلقت قبائل اليمن تسميتها على وثيقة الحوثيين التي أسموها وثيقة الشرف، فيما هي في الحقيقة مناقضة لمبادئ الشرف، ناسفة لأبجديات القانون، قاتلة لمعنى الدولة. رفض اليمنيين للوثيقة ليس رفضا لواضعيها فقط، بل هو رفض نابع من إدراك خطورة القنابل الموقوتة المخبأة بين سطورها والتهديد المستقبلي المتربص بالمجتمع في ثنايا النص الملتوي بحسب أهواء الحوثيين. والأسوأ المخيف الكامن في تفسير الوثيقة وطريقة تطبيقها على الطريقة الإنقلابية المقلوبة، فالوثيقة التي ينص بندها الأول على التكافل الاجتماعي أدى تطبيقها منذ لحظة الإجبار على توقيعها واختطاف الرافضين لها إلى مزيد من تفكيك النسيج المجتمعي الذي لم يمر به داء عبر العصور أسوأ من وباء معاصر اسمه الحوثيون. وبدلا من النظر بعين سوية إلى مجتمع يتبرأ من تدخل إيران ويبرأ من جرائم الميليشيا، دعت الوثيقة في بندها الثاني كل اليمنيين إلى التبرؤ من أنفسهم والبراءة من أصل عروبتهم عبر طلب إقرار ضمني بأن ما تقوم به إيران وميليشياتها في اليمن هو وضع طبيعي، فيما دفاع اليمنيين والعرب عن مهدهم هو الأمر الشاذ. أما ثالثة الأسافي فمطالبة الوثيقة في بند ثالث بإنزال أقصى العقوبات بكل مؤيد لتدخل العرب لإنقاذ اليمن، وهو ما يعني وضع أغلب اليمنيين في خانة عقوبة مغلظة، عقوبة تجرد اليمنيين بحسب الوثيقة الحوثية من الحقوق المالية والوظيفية والسياسية، بل وتسقط عنهم حق المواطنة أيضا بحسب بند الرابع سماه الحوثيون العزل الاجتماعي، وهو بند يظهر ما تخفي صدور الحوثيين بجلاء، إذ أنه بحسب البند فالعقوبات المنصوص عليها في الوثيقة ستطبق حتى في حال ثم التوصل إلى تسوية سياسية. وإذا كان المعلوم أن المقصود بالعقوبة في الوثيقة هم كل الرافضين للانقلاب، يغدو واضحا سواد المستقبل الذي ترسمه الوثيقة لأغلب اليمنيين إن تم للحوثيين ما يريدون. على ذات المنوال المضحك المبكي تمضي الوثيقة في بقية بنودها زاعمة البحث عن أمن القبيلة في زمن خوف يصنعه الانقلاب، ولأن الحوثيين لا يرون في الشعب سوى دماء لتسفك وخزينة لتنهب، لم ينسى البند السادس دعم الجماعة بالمال، ليس باسم الخمس هذه المرة بل باسم الغرم، مع محاولات متكررة لوضع القبيلة مكان الدولة في تفخيخ مستمر لمستقبل وطن، لتبقى الوثيقة في حقيقتها وثيقة عار لجماعة لم تبق من العار شيئا إلا ارتكبت، ولم تترك من شرف الوطن شيئا إلا اعتدت عليه. اندلعت اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة وميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في عدد من المناطق بمديرية الزهر بمحافظة البيضاء. وقال مصدر في المقاومة إن اشتباكات اندلعت في مناطق الجبج والأجردي وجبل الضروة بالزاهر أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، وفي مديرية ذي نعم سقط قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثي والمخلوع في كمين للمقاومة الشعبية. في وقت متأخر من مساء أمس بمنطقة طياب استهدف سيارة كان يستقلها أفراد الميليشيات. شن طيران التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي والمخلوع في رداع بمحافظة البيضاء، حيث شنت مقاتلات التحالف غارتين جويتين استهدفت مواقع ونقطة دار النجد التابعة للميليشيات بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة رداع، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. كما قصف طيران التحالف تبت العرامي التي تتمركز فيها الميليشيات بمنطقة عزان مديرية العرش رداع. حققت المقاومة الشعبية في جبهة العود الشعر بمحافظة الضالع وإب انتصارات خلال الأيام القليلة الماضية، تمكنت خلالها من طرد ميليشيا الحوثي وصالح من مثلث العود الشعر بعدان وملاحقتهم إلى القرب من الرضائي مركز مديرية الشعر.
الزميل نصر المسعدي زار منطقة العود والتقى بأحد القيادات الميدانية هناك. نتابع. في إطار المواجهات والاشتباكات التي تجري بين رجال المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح في منطقة العود والشعر بمحافظتي إب والضالع، نلتقي هنا في منطقة غربة بالعود بأحد القيادات الميدانية للمقاومة الشعبية بمنطقة العود العقيد عبد أحمد الحالمي. سيادة العقيد، كيف هي الأوضاع في جبهة الشعر العود وما هي آخر التطورات التي تشهدها هذه الجبهة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. بالنسبة للمواجهات التي تشهدها منطقة العود بعد الشعر بعدان، يعني هناك مواجهات عنيفة رغم كل ما يحصل من عراقيل فإن المواجهات على أشدها. حققتم انتصارات في وسيطرتم على معسكر سور؟ طبعا حققنا عدة انتصارات وتم السيطرة على معسكر السور وأيضا جبابة والرفاعي ومنزل الشرف وصر مروحان وسد الحنان، وتقدمنا في عدة أماكن وسبق لنا أن وصلنا إلى فندق تاج إب. طيب. في قبل، ولكن قلة الإمكانيات وعدم الدعم التي لا نوصل ولا ندري ما هو مصير جبهتنا. طيب أنتم تواجهون، ما هي الأسلحة التي تمتلكونها؟ نحن نواجه بأسلحتنا البسيطة، نواجه الدبابة بالأربي ونواجه الثلاثة والعشرين بالسلاح المعدل الذي أصبح فارغ من الذخائر الآن. هذا ما عندما تنزف ونحن نتذخر من العدو يعني حتى سياراتنا، هذه السيارة تعتبر من غنائم العدو والطقم هذا يعتبر غنيمة من العدو. لم نتلقى أي إمكانية من أي جهة لحد الآن. ما هي الإشكالات يعني التي تواجه؟ والله لا ندري لماذا يعني القيادة السياسية. والله نحن نعتبر الآن بأن نحن نحمي المدخل الشرقي والغربي لمحافظة الضالع، ونحن نناشد القيادة السياسية في محافظة الضالع بالنظر إلينا بعين الاعتبار، لأن نحن نعتبر مقدمة المعركة للضالع، وأن يتعاونوا معنا حتى أن نحن يعني أصبحنا نعاني من قلة الوقود والإمكانيات يجرح علينا الجريح ولا نقدر نوصل إلى محافظة الضالع بسبب العراقيل التي نلاقيها على الخطوط، وهذا لا يمكن أن يستمر معنا. نرجو من القيادة السياسية في محافظة الضالع النظر إلينا بعين الاعتبار ودعمنا والتعاون معنا. إذا لم يفيدونا أقل شيء لا يضرونا، أما أنه ننزل الجريح يجلس ثلاثة أيام بقاع طبلة ما يدخل الضالع، وهذا ما نعانيه. كان هذا هو أحد القيادات الميدانية لجبهة الشعر بعدان العقيد عبده الحالمي، وكان هذا اللقاء في منطقة غربة بمنطقة العود في محافظة الضالع. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع. هذا وزف مجلس المقاومة الشعبية بمحافظة إب لكل أحرار المحافظة واليمن استشهاد عضو مجلس القيادة المقاومة بالمحافظة وأحد القيادين الأبطال في جبهة العدين الشهيد حميد علي الشعوري في أحد جبهات البطولة والشرف مدافعا عن العرض والنفس والأرض ضد ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في منطقة الشعواري بمديرية حزم العدين. والشهيد حميد علي أحمد سعيد الشعوري من مواليد 1974 بحزم العدين، حاصل على بكالوريوس دراسات إسلامية من كلية التربية جامعة إب وطالب ماجستير إدارة ومناهج في ذات الكلية. كان من أوائل من التحق بالمقاومة الشعبية وكان عضو فاعلا في مجلس قيادة المقاومة بالمحافظة. أقدمت مجموعة مسلحة من ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار على إطلاق الرصاص على نقيب المعلمين اليمنيين بذمار محمد أبو عاطف في مركز مديرية الحداء وحاولت اختطافه، وأكد شهود عيان إن مسلحين حوثيين يستقلون طقما قاموا بإطلاق النار على أبو عاطف وحاولوا اختطافه، غير أن تدخل أبناء قبيلة الحداء المتواجدين حال دون ذلك. وقالوا إن مسلحين من قبيلة الحداء اشتبكوا مع مسلحي الميليشيات الحوثية عندما حاولوا اختطاف أبو عاطف
الذي ينتمي إلى قبيلة الحداء، معبرين عن رفضهم لأساليب القرصنة والممارسات الاستفزازية التي تمارسها ميليشيات الحوثي. وقد خلف هذا التصرف البربري لميليشيات الحوثي استياء واسعا من قبل أبناء قبيلة الحداء، حيث اعتبر مشايخ وأعيان وتربويين هذه التصرفات الحوثية أعمالا همجية ستقابل بالحزم من جميع أبناء القبيلة. نظمت نقابة عمال البلديات والإسكان بعدن اليوم الاثنين حفلا تكريميا لأسر 15 شهيدا من عمال صندوق النظافة بعدن سقطوا ضحايا حرب الانقلاب وعملية تحرير محافظة عدن، وذلك في لفتة إنسانية بحضور شعبي ونقابي وغياب لقيادة المحافظة، وفي حفل التكريم الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم ووقفة حداد على أرواح الشهداء ألقيت العديد من الكلمات ألقاها كل من رئيس المكتب التنفيذي لنقابة عمال البلديات والإسكان ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال عدن ومدير صندوق النظافة والتحسين. كما ألقى سهيل أحمد بن أحمد كلمة عن أسر شهداء الواجب من منتسبي صندوق النظافة، وأكدت الكلمات على التزام صندوق النظافة برعاية أسر الشهداء والتزامه باستكمال نقل ملفاتهم التي تؤمن، وكذلك التزام الجهات المختصة بصرف مساكن لأسر الشهداء وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. نقابة عمال صندوق النظافة وتحسين المدينة نظموا عملية تكريم أسر الشهداء الواجب، شهداء العمال الذين سقطوا في الحرب الظالمة على عدن، وكانوا أيضا خير دفاع وكانوا مناضلين في الجبهات واستحقوا التكريم، ونحن أيضا بدورنا ساهمنا في هذه العملية. أول مرة استوي التكريم لأسر الشهداء الذي عملوا شيء ما أحد كان يستطيع يعمله، إن شاء الله أن يكون متحسن أكثر من صندوق النظافة. الآن الأخ قائد راشد ورئيس الاتحاد العام وجميع الأعضاء في الاتحاد العام ما قصروا في حق الشهداء، أعطوا لهم حقهم، وإن شاء الله في الأيام الماضية أو الأيام الواجهة يكون أحسن وأحسن من ذلك. افتتح محافظ محافظة عدن اللواء جعفر محمد سعد ووزير الشباب والرياضة نائف البكري ومدير مكتب الشباب والرياضة في محافظة عدن عزام خليفة وأحمد صالح الحيدري القائم بالأعمال المديرية المنصورة، افتتح الصالة الرياضية في نادي الشباب المنصورة بتكلفة إجمالية 54 مليون ريال على نفقة السلطة المحلية في مديرية المنصورة. وعقب الافتتاح طاف المحافظ ومرافقيه أرجاء الصالة الرياضية وتفقدوا سير الإنجاز ومدى جاهزيته. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. التحالف يكثف غاراته على مواقع الانقلابيين، وبحاح يقول إن تحرير تعز أولوية. استشهاد اثنين في تفجير انتحاري استهدف خيمة للمقاومة في محافظة عدن. سهيل تفتتح ملف معاناة الأسر النازحة من حروب الميليشيات الحوثي بمأرب. نهاية نشرة قدمناها لكم من استديوهات قناة سهيل الفضائية، في أمان الله. We'll be right back.